شاركت شركة كاب دفاغ المتخصصة في إنتاج معلبات التونة والتي تحوز على 3 علامات تجارية بمذاقات وأحجام مختلفة شاركت في صالون الصناعات الغذائية بولاية وهران. أكدت الشركة عن طموحها في تصدير منتجاتها من التونة إلى أوروبا بعد تعاملها مع عديد البلدان الإفريقية. التغطية لكريمة صوك. هذه المشاركة تاعنا الثانية في الصالون سياق للمواد الغذائية. شركة كاب دو فير عندنا 3 نوند مارك كما نقولوا، 3 نوند مارك اللي هي كاب دو فير للطن الكامل، وكاب دو غارد للطن القطاع، وكابتون للطن الطن المفتتة. عندنا جميع الأذواق، زيت طماطم، زيت زيتون، جميع أنواع العلب، الكبيرة الحجم إلى غاية صغيرة الحجم. عندنا تاع 65 غرام، 160 غرام، تاع 400 غرام، وكيلو وزوز كيلو. قمنا بعدة عمليات تصدير نحو الدول الإفريقية، ونحن نطمح إن شاء الله إلى تصدير نحو الدول الأوروبية.